حديث لمنير الخباز يتحدث عن شهادة سيد الشهداء، عن شهادة الحسين، ويقول من أن الحسين يجب أن يغسل ويكفن. يا منير، ألم تقل من أن الدرجة الأولى من الشهادة من أن الشهيد الذي يقتل في المعركة لا يغسل ولا يكفن، فلماذا يغسل الحسين ويكفن؟ وأتمنى عليكم أن تدققوا في كلامه، فهو يذكر من الأحاديث ما يشير إلى أن الذي يقتل بين الصفين لا يغسل ولا يكفن. على سبيل المثال، أبان ابن تغلب يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام: أنا أقرأ كلامه، كلامه الذي سأعرضه لكم مطبوع بين يدي على هذه الأوراق. قال عليه السلام: يدفن كما هو في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو في ثيابه. فالحسين أين قتل؟ ألم يقتل بين الصفين؟ فلماذا يحتاج إلى غسل وإلى تكفين؟ هذا يعني أن دمه نجس ولذلك يحتاج إلى غسل وتكفين، مع أنه قتل في المعركة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. نأتي إلى النقطة الثالثة، ما هو حكم الشهيد في الإسلام؟ لاحظوا يا إخوان، ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن، ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين عليه السلام سيد الشهداء، ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه، ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراسم، لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد. الآن أقرأ لك الشروط الفقهية التي يذكرها الفقهاء. السيد قدس سره، السيد آية الله العلم السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره في كتابه مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في جزء الثالث صفحة 438 يتعرض لهذه الشهود بأدلتها. يقول: الشهيد المقتول في المعركة صحيحة أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام: يدفن كما هو في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأن رسول الله إلى آخر الروايات. تحقق شلون الشرط؟ يعني أن يموت في المعركة شرط. إنما لا يغسل ولا يكفن إذا مات في المعركة أو مات بعدها بقليل جدا، يعني أصابته الجراح، أسخنته الجراح ونقله بس ما أسعفهم الوقت، في الطريق مات مثلا،
ما أسعفهم الوقت مات، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن. أما لو شخص أصيب بجراح ومات بعد يوم، أو مات وهو مثلا تحت الأجهزة، ما هذا يغسل ويكفن. الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن من مات في نفس المعركة أو مات بعدها بقليل جدا. أما إذا مات بعدها بفصل طويل ولو كان متأثر بجراح خطيرة، لكن إذا مات بفاصل معتد به فإنه يغسل ويكفن. وعنه عليه السلام قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكف وحنق وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه. وفي خبر أبي خالد: اغسل كل الموتى، أي ميت مسلم يغسل، الغريق، الغريق شهيد لكن يغسل، أكيل السبع لأكلته الرئات يغسل، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين، يعني مات في ساحة الحرب، إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا. أدري سيد الشهداء إن قتل ببيت خالتك، لو إن قتل بالمسبح راح للمسبح وغرق بالمسبح. هكذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة التي وردتنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نزور بها سيد الشهداء. أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 322. هكذا يقول إمام زماننا صلوات الله عليه في زيارة الناحية المقدسة وهو يتحدث عن جده سيد الشهداء: فأحدقوا بك، الخطاب للحسين، فأحدقوا بك من كل الجهات، وأثخنوك بالجراح، وحالوا بينك وبين الرواح، ولم يبق لك ناصر، وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. إلى أن يقول الإمام في الزيارة: والشمر جالس على صدرك، ومولغ سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده، ذابح لك بمهنده، قد سكنت حواسك وخفيت أنفاسك، ورفع على القناة راسك. الحسين قتل بين الصفين، ذبحوه من الوريد إلى الوريد بين الصفين. ماذا يقول هذا الأخرق؟ هذا هو نتاج المرجعية السيستانية، وهذا هو نتاج الحوزة النجفية الطوسية. منير الخباز يقول: الحسين سيد الشهداء، لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه. لماذا؟ لأن شهادته من الدرجة الثانية. أي هراء هذا؟ أي هراء هذا؟ وهذا يشعرنا بأن دمه نجس، لأن الشهيد الذي يقتل بين الصفين يكون دمه طاهرا بالنسبة لعامة المسلمين. أما الذي لا يقتل بين الصفين وإنما يقتل في مكان آخر وفي سبيل الله، فإن دمه
ليس طاهرا، لذلك يحتاج إلى الغسل والتكفين. هذا الكلام لا ينطبق على المعصوم بحسب عقيدة دين العترة الطاهرة، لا بحسب الطوسيين. هذا هو منطق الوائلي أيضا، الوائلي الناطق الرسمي العقائدي باسم حوزة النجف وباسم المرجعية السيستانية، يحدثنا عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده، حتى بعد استشهاده. الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة ايش كثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها؟ ما تقول لي دم الحسين شنو هو؟ المحيط الأطلسي يعني؟ ما هالقد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتم هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم، أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمها المعنى. ماذا اقول لهؤلاء؟ انتم عليكم ان تقولوا لهم انني قد قلت الكثير والكثير، عليكم الآن أن تقولوا لهم، أنتم أن تقولوا لهم في الإعلام، أن تقولوا لهم على الشبكة العنكبوتية، إنني قلت وقلت وقلت. حينما أقول لكم من أن هؤلاء أحدهم يخري في فم الآخر، قد لا تقبلون كلامي هذا، لكن الحقيقة هذه بين أيديكم وأمام أعينكم. يحاولون بقدر ما يستطيعون أن ينتقصوا من أئمتنا، وفي الوقت نفسه يظهرون أنهم يقدسونهم. برنامج شيطاني قذر بامتياز. المراجع الكبار يخرون في أفواه هؤلاء الخطباء من أمثال منير الخباس وأحمد الوائلي، والقائمة تطول، وهؤلاء يخرون من أفواههم على رؤوس أشياعهم من الحمير الديخيين. هذه هي الحقيقة، هذه وثائق بين أيديكم، كذبوها كذبوها. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، من أجلة علمائنا، الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 50 بعد 200، في الباب الذي عنوانه في صفة قميصه، إنه الحديث 42 بسنده، بسند النعماني عن يعقوب بن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له الإمام الصادق يقول ليعقوب بن شعيب: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ إنه القميص الذي يكون الإمام لابسا له في يوم ظهوره. ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت: بلى يعقوب بن شعيب. قال للإمام الصادق: بلى. قال: فدعا بقمطر. القمطر كالحقيبة في زماننا، القمطر
وعاء تحفظ فيه الأمور العزيزة الغالية القيمة. فدعا بقمطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس. الكرابيس هو نحو نسيج قطني كانت إصفهان تعرف فيه، نسيج قطني إصفهاني لونه أبيض، لونه أبيض. ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فإذا في كمه، في كمه الكم الردن، فإذا في كمه الأيسر دم. لا زال واضحا، لم يتغير لونه، هذا دم رسول الله، دم رسول الله لا يتغير، مثلما بدنه لا يتغير. فإذا في كمه الأيسر دم، فقال هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته، لما ضرب على أسنانه في أحد. وفيه يقوم القائم، القميص مزين بدم رسول الله صلى الله عليه وآله. يعقوب ابن شعيب يقول فقبلت الدم ووضعته على وجهي. يبدو أن يعقوب نجس وجهه بدم رسول الله. الإمام الصادق ما نهاه عن ذلك، ترك الرجل ينجس وجهه بدم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا قميص القائم، هذا قميص رسول الله مزين بدم رسول الله. هؤلاء ماذا تعلموا من دين العترة ومن ثقافة العترة حينما أحذركم من حوزة النجف ومراجع النجف، لأنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.